ما ينفعش يمر مارس دون الترحم على العندليب، ومحدش يفتكر الغنى ولا الشجن ولا الرومانسيات ولا حتى الأغاني الوطنية ولا حتى محب الأهلي من نجوم الفن والطرب دون ذكر عبد الحليم حافظ اللي رحل عن دنيانا في 30 مارس 77. لكن أعتقد أهلوية عبد الحليم حافظ كانت معلنة جدا بشكل كان يتنافس بيها هو مع فريد الأطرش كتير. فريد كان زملكاوي وعبد الحليم كان ومحمد عبد الوهاب كان زملكاوي. ايوه وام كلثوم اهلاوي. شوف شوف القمم حاجه رائعه يعني. كتير من المواقف اللي جمعت عبد الحليم حافظ مع فريد الاطرش، لكن كان دايما وابدا النقاش بينهم على الاهلي والزمالك. وانا اعتقد اللي وثق لاهلاويه اهو موقف طريف جدا كان بين الاثنين، جمع الفنان عبد الحليم حافظ والفنان فريد الاطرش. كان الزمالك كسب الاهلي عام 60، فريد الاطرش جمع لعيبه ومسؤول الفرقتين في حفل عشاء في بيته للصلح بينهم. في مقابل ده لما الاهلي بينتصر عبد الحليم حافظ بيرد العزومه لفريد الاطرش ولكل اصدقائهم. كان مقرر ان عبد الحليم يغني اغنيه مغرور، التقطت له عدسات الكاميرا صورة يرفع فيها ثلاث أصابع في إشارة إلى الأهداف الثلاثة اللي الأهلي يسجلهم. تم تغيير كلمات أغنية فايزة أحمد يا حلاوتك يا جمالك اللي لحنها موسيقار الأجيال فريد الأطرش لتصبح كلمات الأغنية يا خيبتك يا زمالك يا خيبتك القوية كان مالي بس ومالك راح بقى أهلوية راح أبقى أهلوية. في تغيير معاني الكلمات زي ما الشعراء زي ما كان احمد شوقي وحافظ ابراهيم بيقعدوا يردوا على بعض بالقافيه وبالشعر، كان عبد الحليم وفريد وفايزه ترد تغير كلمات اغنيه لفريد الاطرش عشان تقول له كانت اهلاويه؟ انه راح ابقى اهلاويه، زملكاويه راح قالت له لا يا هي كانت زملكاويه راح ابقى اهلاويه. مواقف كتيره بين الفنانين، لكنه اعتقد عضويه عبد الحليم في الاهلي 787 رقم العضويه بتاعته في النادي اللي البعض يمكن من اصدقائه كشف حتى عن كارنيه العضويه بعد كده. هنشوف الفيديو اللي جمع عبد الحليم حافظ واحمد عبد الباقي، عبد الحليم حافظ واحمد عبد الباقي مع الفنان سمير صبري وهما بيتكلموا عن الاهلي ومونشن جلادباخ بعد ما الاهلي فاز. نشوف سمير صبري بيسال عبد الحليم عن رأيه في المباراة وعن انتمائه. لو سئلت كده بصراحة بصراحة تامة يعني أهلاوي ولا زملكاوي ولا ترسناوي ولا إسماعيلاوي تبقى إيه؟ أهلاوي. أهلاوي. صميم. صميم. طب ممكن الأهلاوي الصميم ينقد ناديه بأمانة وبصراحة؟ ده المفروض. المفروض انه ينتقد نادي يعني لو لعب كويس او لعب وحش ممكن لازم. طب انت توقعاتك للدوري السنه دي ايه؟ توقعاتي للدوري مش عشان اهلاوي، انه الاهلي هياخده لانه هو الفريق الوحيد تقريبا اللي متكامل وعنده الـ الاضافيين بنفس مستوى الناس اللي بتلعب. حضرتك شفت ماتش المانيا؟ الفريق الالماني مع شفت. طيب يعني ممكن نقول مثلا اثنين من عناتيل الاهلي طبعا احمد عبد الباقي منياوي مش كده؟ انت شرقاوي شرقاوي عبيد في علاقه بين المنياوي وبين الشرقاوي ولا ايه بيه؟ الشرقاوي ابن عم الصعيد ابن عم الصعيد في القطر ولا في يعني تقريبا في عزومه القطر في عزومه القطر يعني كابتن فؤاد اهلا اهلا وسهلا تعالى حماده هنا حليم شاف الماتش بتاع المانيا بصراحه رايك فيه ايه؟ رايي انه كان الاهلي لازم يغلب الاهلي لعب احسن كتير وكان هاجم مده اكبر وضاعت منه فرص يعني من الفرص اللي اتذكرها انه طاهر الشيخ طلع وجنبه كان زيزو ففضل ان هو يشوط ولو كان ببساطه بسهل زيزو كان حطها في الجون كده يعني رماها برجله في الجون فاضي قدامه
بس هو شات والافشات في الزاويه اللي قافلها الجول فمسكها الجول. ليه يا حماد؟ هو كلام الاستاذ عبد الحليم طبعا كلام مظبوط، ومش كره طاهر الشيخ بس اللي يعني دي، كان في كمان فرصتين الخطيب يعني شاطهم كويس، بس انا كان حظي وحش ان هم يعني ما جوش بين الثلاث خشبات. وكمان الكره الصفحه عبد الحليم من الكرات اللي لازم يعني كانت لازم تيجي جون، يعني اللي هي شاطها فرص تايم يعني دي من الكوره يعني اللي حظنا احنا وحش ان ما جتش في الجون يعني. ده من خلاف الجون يعني اللي احنا ضيعناه في الماتش. لا مش بالخطيب يومها لعب ماتش اه ده يعني لعب ماتش كويس قوي 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 كلاعيب يعني. طب واحمد؟ احمد لعب ماتش كويس، لكن هو احمد طبعا جاب جون التعادل الاولاني، وطبعا غصب عنه تسبب نتيجه خطا منه بيرجع الكوره اتقطعت الكوره واتبصت لواحد وحطها جون. فبتهيألي ان هو يعني عايز اساله نفسيته، نفسيه اللاعب لما غلطه من غلطاته تتسبب في انه يجي فيه جون مثلا، وهو بك راجل معروف انه يعني من احسن الديفنس اللي موجود في الجمهوريه كلها. وطبعا بالنسبه للغلطه اللي انا غلطتها يعني طبعا هي مش قصد ولا حاجه. لا طبعا مش قصد، ولكن طبعا واحد يعني اتاثرت جدا، لان طبعا كنا حطينا جون التعادل، كان الاستاد طبعا انت اللي حطيته الاستاد يعني ما فيش فرحه في الدنيا كانت بالنسبه لجون زي ده. طبعا كل الناس اللي كانت موجوده والجمهور الكبير ده طبعا انبسط، وكان يعني فرحه يعني الواحد يعني كان شاعر بيها من يعني حماس الجماهير، والناس كانت يعني ملل الاستاد بيعطي الواحد دافع كبير ان يعني يقدم مباراه كويسه. وانبسطت جدا لما حطيت الجون طبعا، ويعني والحظ الوحش ان بعدها بحوالي 5 دقائق تسببت في الجون. انا ليا تعليق على الموضوع، يعني هو مش تسبب، كل انسان معرض للخطا. ويمكن الاجابه على سؤال سعادتك بالنسبه ايه شعور اللاعب، ما هو الاجابه عليه ان احنا فضلنا ان احنا نطلع احمد عبائي عشان خاطر ما فيش شك ان هو نفسيا بقى في تنشن نيرفز متضايق، وبناء عليه خوفا عليه هو. لكن كل انسان معرض انه يغلط، وبيبقى درس كويس انه هو بعد كده ما يكررش غلط زي كده تاني. مش طلعناه عشان هو اصلا سبب انه هو الكره طلعت منه. مين اللي جاب جون التعادل التاني؟ انور سلام. انور سلام. طب استاذ تعتقد ان هو جابه من الشوطه نفسها، ولا لو ما ضربتش في راس؟ لا كانت ملعوبه في الزاويه الثانيه العكسيه الحقيقه. انور لعبها كويس قوي، والخطيب لعبها له كويس قوي. يعني الاول انور للخطيب في الناحيه العكسيه، الخطيب تاني في الناحيه العكسيه. دي في الكوره حاجه من الحاجات اللي بتسبب خلخله، والخصم بيبقى ناحيه الكوره، فانور لعبها في الزاويه العكسيه برضه بتاع الجول. يعني اعتقد انها لو ما جاتش برضه في الراجل كانت هتخش جول. يعني شاتها كويس. شوف احنا طبعا كل اللي يعنينا ان الفنانين الكبار دول كانوا ودعاباتهم مع بعض، وكانوا بيحتفلوا كل واحد بفرقته، لكن التاني يروح يحتفل معاه مفيش مانع، يحفلوا على بعض باللغة الحديثة بالأغنية بالكلام فارغ يعني كله بهزار. لكن في الآخر الناس كانت مستوعبة بعضها، مفيش مشاكل.